كيف أصبح العراق بعد مضي هذه السنوات على قمع المظاهرات في المحافظات المنتفضة؟ أين القانون الدولي والإنساني من آلاف الأرواح التي أزهقت على يد القوات الحكومية والميليشيات في العراق؟ وما مستقبل التظاهرات في البصرة وغيرها من المحافظات في ظل وجود فرق الموت الخاصة في العراق؟ أسئلة نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء.